عبد الله وعلى مدار سنوات عديدة وهو ينقل الماء الصالح للشرب من منابع جبلية بهذه الوسائل التقليدية من الدواب وغيرها ليروي عطشه وعطش أبنائه. منكم تجيبوا الماء؟ من خربة، منا من البسين، نمشي وغير عزوش كيلو ولا شيء. 3 كيلو ولا شيء. 3 كيلو؟ إيه. راكم تتعبوا فيها؟ منا تعبوا بالبزاف قاع. من ذاك ما نصيبوش قاع بان نغسلو ونطيبو ما كاش قاع. عندنا عيون حبسوا. كان عندنا باسين نملو منوح بس. درك باش تدي قرن عندك ساعتين ولا ثلاثة باش تعمر زوج بتاتي تاع 20 20. يبدا راح يجي في الماء. يروح في الليل 12 تاع الليل يدير لاشين، يديروا لاشين لاشين. يجيبوا فايج الصباح. حتى الصباح بيجيبوا فايج. هذه المعاناة فتح لها باب أمل بعد إنشاء خزان مائي بمنطقة ماسيل منذ أيام قليلة. منطقة تعريف والغاز ما كاش والماء راكشت. وحنا هنا نكسبوا الماء المواشي، المواشي ماتوا. المسالك الفلاحيه ما كاش، البراجات لي فراج اللي هنا راهم كاينين، المالويد راهم داينهم غير هكاك برك، رايحين غير هكاك للهواء. مشروع التزويد بالماء الصالح للشرب سيمس عده قرى ومداشر من منطقه ماسين باولاد هلال بعد ربطها بشبكه النقل. اليوم ان شاء الله نبشرها المواطنين نتاع منطقه ماسيل بصفه خاصه ومواطنين بلديه ولاد هلال بما فيها التجمع الحضري خرب هلال ولا حتى الشاف ليود لاكومين اللي وين هذا المشروع ان شاء الله راح يغطينا العجز اللي كان كاين من البلديه. ان شاء الله يعني بعد الموافقه تاع السيد الوالي البلديه راح تبشر الاجراءات تاع هذا المشروع ان شاء الله. الساكنة هنا يطالبون ليس بالماء فقط ولكن بالغاز والكهرباء لشدة برودة المنطقة وفك العزلة للحفاظ على استقرارهم وخدمة أرضهم وعدم هجرة أبنائهم.